في عاشر أيام الحرب ومع استمرار التصعيد الميداني، أعلنت أوكرانيا إلغاء عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبل بعد فشل الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بين السلطات الروسية والأوكرانية. دمار كبير يحل بكييف من جراء القصف الروسي المستمر عليها الذي لم يستثني البنية التحتية والمناطق السكنية، فيما تقول موسكو إنها دمرت 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية الحرب. أما في مدينة ميكولايف فقد أسقطت البحرية الأوكرانية 4 طائرات هوليكوبتر حربية روسية خلال المعارك. وفي مدينة تشيرنيهيف أسقط الجيش الأوكراني طائرة روسية حربية من نوع سوخوي 25، فيما شهدت مدينة ليفيف غربي أوكرانيا موجة نزوح كبيرة قادمة من كييف وغيرها أيضا من المدن التي تتعرض لهجوم من القوات الروسية. كانت هذه أبرز التطورات في المعارك خلال الساعات الماضية، والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية. Тихо.